تهناش ترمي يا عمر لمي ما ديما في الباب. الله 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 مرحبا بكم في سالت اون بلانيت. عاملين يا شباب؟ رب تكونوا بخير. معنا ايه النهارده يا شيخ؟ طب نقول لايك، طب نقول سبسكرايب، نقول تفعيل جرس، نقول فولو انستجرام. قلتهم بقى ولا هتقولهم تاني؟ عسل الرخامه بس. لا خلاص كده لزوم الرخامه على الوشال. هو اسمه جليل ولا جليل؟ جليل بلير. جليل بلير. جليل بلير. التراك اسمه كوراج. كوراج. بيقول لك التراك ده ايوه عامل شغل جامد جدا في كوكب السلطعون. ده حقيقي الكلام ده؟ اوي بجد. اوي طب نخش نشوف في التفاصيل جوه. الصراحه متشجعين ان احنا نخش نشوف التفاصيل. اذا دعونا ندخل في التفاصيل. جليل بس هو جليل معروف عنه ان هو بيغني اللي هو الزنقاوي. هل ده زنقاوي ولا ده راي ولا ده ايه؟ يا ريت والله اتمنى يبقى زنقاوي عشان الزنقاوي وحشنا. اه دي عمليه دي كوراج. اه يا قلبي كوراج اللي تخسر بالصح دوماج. زنقاوي صح؟ هكذا العقليه. زنقاوي باين عليه صح؟ زنقاوي باين عليه. ده بيحبها وبيعمل عمليه وبيغني لها وعامل عمليه. ده بنج ده بك ده بنج ايه ده بقى؟ ده بنج ايه ده؟ قلب الدواء قطاج. ولو ولو ما شفناش تغلقت عليا العشق والغرام هرو طيحني اتان. سامحولي ماشي افان ما خرجتش عليا ما خرجتش عليا سوليتير نقعد سوليتير سوعة ما يري يا سوليتير نقط سوليتير. سوليتير دي ما ديها معنى ودي ليها معنى. السوليتير اللي هو السوليتير يا سوليتير اللي هو سوليتير اللي هو الحجر. اه بالظبط. والسوليتير التاني دي ليها معنى يا اكيد. سوليتير سوليتير اكيد دي حاجه فرنش. يا سوليتير نقعد سوليتير سوعة ما يريديتير ويا عرف العقلية ملي معاها سلام يا رايح. المزيك حلو جدا. ده تراك جزائري فرايحي. في حاجه جامده جدا في الصوت. الميكسنج بتاع الصوت عامل الصوت سوفت كده بتحس ان هو بيغني المزيكا الزنقاوي. كانه بيغني اعتقد. لا لا انا بتكلم على الصوت. الصوت اه الصوت. كانه بيغني من الراوند سراوند كده حواليه. اه يا حلو. أيوة. حلو 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 يا عرف العقليه يا رايح حكمه حبيبي في حلم وهي صادمه من اللي معاها سلام يا رايح حكمه حبيبي في حلم وهي صادمه صادمه. حلو قوي ده. انا من زمان قوي ما سمعتش حد حط الاله دي على تراك من سنين السنين. من سنين ما حدش حط الاله دي. حبيبها في حاله وهي صادمه. اللبس بقى حلو قوي. دايما بتحسسك بالعلو. دي الجلابيات دي حلوه جدا. حلوه قوي. هو احنا مفرحه يعني. هو احنا امتى هنلبس يعني محتاجين نلبس حاجات من الجزائر والله. لا حاجات من المغرب. لا والله مفرحه إيه؟ مفرحه جدا والله. ويا عسل اللي بيرقص ده. خدم وعول حاجه ما تجيب السهل ماكش فينا الوعد احنا معانا دعوه الخير. الله اللي يحب يهمل غير يهمل الباب يخرج تجو اللي يحب يهمل فينا الوعد احنا معانا دعوة الخير. هي اتصدمت. الله يسهل اللي يحب يهمل غير يهمل. هي اتصدمت انها شافته وهو مش فارق معاه بالشغل وكده يعني. هو يا جماعه فين في كل الفيديو كليب في الجزائر جواه مأساة. بس مش مأساة. هو هنا بيتكلم. هو هنا بيتعامل عادي. ما هي البنت اتصدمت خلاص. انا عرفت دلوقتي بقى ايه المرحلة اللي هتيجي بعد كده. بس حلوة الكلمات اللي بتتقال دلوقتي دي حلوة قوي 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 جدا. خدم وعول حاجة ما تجيب السهل
ماكش فينا الوعد احنا معانا دعوة الخير الله يسهل لي حب يهمل غير يهمل الباب يخرج جمل لي حب اللي حب يهمل 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 باب يخرج جمل يعني مش عاجبك يا زميلي روح الباب يفوت جمل انا كده 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 انا كده ولا كده جامد يهمل غير يهمل حلو قوي الكلمات دي الجولز ده حلو قوي جمل لي حب يدير يدير ما تبدلناش والطيحة ما تخلعناش أيوة ما تسقسينيش علاش ما تسقسينيش علاش ما عشروناش يكرهونك تاخدها وترميها في العربية على طول معروفة معروفة وما عاشوهاش ما تخلعناش ما تسقسينيش علاش ما تسقسينيش علاش ما عشروناش يكرهونك كيف صاحبي جبدنا وما بردناش جبدنا وما بردناش من اللي معاها سلام يا رايح حكمة احب الفيديو كليب عشان حتى الجولف اللي موجوده دي لا لا استنى والله العظيم الكلمات فعلا حلوه قوي كلمات حلوه قوي الاغنيه جامده قوي الاغنيه جامده وما ينفعش ان انت يعني دي تتحط تندرج تحت بند ان الاغنيه ما ينفعش ما تعجبكش صراحه ما عاشروناش ما عاشروناش ايه ما عاشروناش يكرهونا كيف يكرهونا كيف يعني انت ما شفتنيش هي فعلا بتكرهني ليه الباب يخرج جمل ده مثل ومع عاشروناش يكرهونا كيفاش معلش يا جماعه اصل انا عندي الشين كتير عندي مشكله في الشين اصلا لا هو حقيقي على فكره دي حاجه بتحصل معانا كل لا انا بقول لك هو جايب كلام من الشارع حطه في حطه في في, في, في التراك عجبني قوي 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 مش عارف الشخص وتلاقي نفسك بتتكلم وحش هو تعرف عنه حاجه اصلا صاحبي جبدنا وما بردناش جبدنا رماها فعلا رماها فعلا ضربها انا ما خدتش بالي ايه يا ابني ما هو رماها له بره راح واخدها يا ابني ما انا قلت له اعمل كده انا قلت له وقفت قلت له خدها وارميها له على طول كيف صاحبي جبدنا وما بردناش جبدنا وما بردناش من اللي معاها سلام يا رايح حكمه حبيبها في حاله وهي صادمه من اللي معاها سلام فيولين ايه يا ابني المزيكا المزيكا لعب المزيكا ولعب بال ايه يا عم المزيكا دي يا عم احنا يا ما فهمناش دوها عليا انا دوها عليا جاهل ميزيريا كي يشوفها ما نهناش ده بص ده من غير ما يبص ده بص ده من غير ما يبص يلا بتمشي من هنا مش عايز اشوف وشك تاني ده كياد قوي يا زميلي ده ايه ده بص اقسم بالله هو بيقفل الاذاعه اصلا بص ما بصش يعني عارف انها جايه ما بصش اللي هو يعني يلا بنت بنانا شوية قلنا غير بشوية ورينا شكون انت يا احنا يا ما فهمناش دوها عليا انا دوها عليا جاهل ميزيريا كي يشوفها ما نهناش برمي يا مر لمي الله 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 وكالعادة يعني الأم الفكرة ان انا قلت ان هو رايح يرد على القلم او حاجة كده بس طبعا اصلا مش في دماغه هو رايح يجيب والدته من حتة صدفة يعني كويس انها نهت كده ده جميل يا ابني التراك انا ما فهمناش دوها عليا انا دوها عليا جاهل ميزيريا يشوف هذا نهناش برمي يا مر لمي ما ديما في البال باش تخلفها موحال باش تخلفها موحال ارمي البتاع ده كل شي دور الباقي ارمي لابو بال خليه يسنى لانو بال يسنى لانو بال
دول اللي كانوا بيرقصوا معاه. كانوا بيرقصوا ولابسين بجلباب. بص في حاجة، في حاجة انا عايز اقولها بقى حلوة جدا. التراك بتاع الغربة والتراك بتاع محملانو والتراك بتاع ديدن كانون وفوفو تيرينو والتراك ده، في حاجة ماسكاهم كلهم مع بعض، ان في مأساة بس المزيكا نفسها مدياك من جوه كده احساس اللي هو ايه، الوسط، لا انت حزين ولا انت فرحان، لا مدياك احساس ان كل حاجه هتعدي. اه والله فعلا، يعني في فرحه في المزيكا مع الكلمات، ومش فرحه فرحه برضو اللي هو ايه هستيريا، مش المقصد يعني اللي انت تقصده حرفيا، بس كل حاجه تحس ان انت تحس ان هو دايما كل حاجه هتعدي. انت فاهم ازاي؟ تراك ما شافوهاش، انت فاهم ازاي؟ والله فعلا زي انت ما بتقول كده، تحس ان فعلا المزيكا بتقول لك اه الدنيا رايحه بايظه، بس استمر، هيجي لها وقت وهتبقى تمام، كله هيعدي. وده اللي حصل في محملانو، وده اللي حصل في فوتورينو، وده اللي حصل في جليل باليرمو. المزيكا، المزيكا دي حلوه، المزيكا جامده، حبيبها في حاله وهي صادمه. المزيكا عالمي، في حاجات كتير. صادمة ايه؟ صادمة يا ابني، بغني معاه احسن حاجة حصلت انا شفتهاش. صادمة يا طبيبة، انا جيت تروح. لا مش عشان، لا عشان يتغني في الاخر. ده فعلا صدمة، صدمة. انا جيت عايز يتغني في الاخر برضه. ايش هذا يا عم؟ لا والله التراك حلو فعلا، حلو حلو. هو عايز فيديو كليب، فيديو كليب كده جامد جدا. الفيديو كليب فعلا، فيديو كليب كده جامد جدا. المزيكا بتاعته جامده 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 جامده. انا صدعت والله بالضحك. الصدمه، الصدمه، صدمه. وجليل باليرمو برضه في التراك بتاع زنقاوي برضه، احنا كنا قلنا وش يا اخي باشا، مش كده في حاجه حلوه. لا يعني ده مش مأساة، الحمد لله، الحمد لله. زميلي ده احنا ضحكنا بالظبط قلبنا. فعايزين بقى تراكات كتير كده، كتير كده. ايش يا جدعان، دي كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت. كان معاكم مستر دادي شغي. سلام.